كالياني، كالياني قومي. انت منيحة؟ ليكي حتى لو كنتي قاضية بس مو من صلاحياتك تمدي ايدك على مرتي او تهينيها، عم تفهمي علي؟ بدك يعني ضل ساكتة؟ زوجتك حاولت تعتدي علي، شوف اطلع ليك شو عملت، خربت المكان وحاولت تضربني، انا دافعت عن حالي مو اكتر. هي الفكرة اللي كنت عم حاول وصل لك ياها، مثل ما انتي دافعتي عن حالك ومديتي ايدك علي، هذا اللي امي عملته. راتشيد كان عم يحاول انه يأذيها لسوارة وينهي حياتها، لهيك امي مشان تحميها لسوارة من الموت ما كان في قدامها خيار تاني غير انه تقوس عليه لحتى تقدر توقف راتشيت عند حدوده وتنقذ بنتها منه. هذا الحل الوحيد اللي كان قدامها لامي لتحمي سوارة وتحافظ على حياتها. يا حضرة القاضية، اللي لي هلا كيف ممكن امي تكون غلطانة؟ كانت عم تدافع عن حياة بنت بريئة. امي عملت هيك مع المجرم دفاعا عن النفس مثلك. فهميني برأيك، هي كيف ممكن انها تكون غلطانة؟ يعني انتي عن جد مفكره رح تساعدي امك بهاي الطريقه السخيفه؟ بعتذر عن اللي عملته كالياني والفوضى يلي سببتها، بس اللي صار معها ما بيعطيكي الحق انك تمدي ايدك عليها وتضربيها. انتي بتكوني قاضيه ومن خلال مكانتك أكيد بتعرفي إنه فيني أرفع دعوة وحاسبك عالشي اللي عملتيه، بس ما رح أعمل هيك لأنه بحترمك وبقدرك. أعمل شو ما بدك، بس وحدة بتعمل مشاكل مثلها ما رح تدخل على قاعة المحكمة، أنا ما رح أسمح بوجودها أبداً، ورح امنعها تحضر جلسة الاستماع، إذا بتحضر رح حطها بالسجن فوراً، مفهوم؟ معي. امي بحاجتي ورح كون موجوده ورح احضر الجلسه، ولا تفكري اوامر منك ممكن تمنعني اني ما اوقف معها او تهديدك بالسجن، هاد رح يخوفني. فهمتي علي؟ حضره الضابط، انا بعرف انك ملتزم بتطبيق قوانين البلاد وبتحترمها، هالمره ما رح اقوم باي اجراء وعاقبها بخصوص اللي عملته اليوم، لهيك بنصحك تاخذ مرتك من هون فورا، رجاءً.